معاكم دكتورة فاطمة محمد، أخصائي الجلدية. النهاردة هنتكلم عن مراحل علاج تساقط الشعر. في ناس كتير قوي بتتخض لما بتلاقي معدل تساقط الشعر زاد في بداية فترة العلاج، ودي ظاهرة طبية احنا عارفينها كويس. سببها ان الشعراية بتخش في مرحلة نمو جديدة، لان دورة حياة الشعراية بقت اسرع، فهي الشعراية القديمة هتقع عشان يطلع مكانها شعراية جديدة صحية وصل لها غذاء افضل. ودي علامة ايجابية ان العلاج ماشي كويس، فياريت نكمل على الكورس من 3 ل 6 شهور.